من المعالي ينجز أحلامك كبير مهرة محمد طموح المجد يظهر في السماء. الحمد لله جليل النعم باعث الهمم ذي الجود والكرم، ثم الصلاة والسلام التامان الأكملان على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى ابن محمد المهدي، أصحاب السعادة والفضيلة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم في حفل الإبداع والتميز التربوي في مدينة الإبداع والتميز، مدينة الجبيل الصناعية. أيها الحفل الكريم، إنها ليلة الحصاد بعد عام من العمل الجاد، نحتفل فيها بالإنجاز ونكرم فيها المنجزين. ليلة اكتمل بدرها وتلألأ نجمها ورق نسيمها وتراقص فرحاً أريجها. خير البدايات بكلام رب الأراضين والسماوات، آيات عطرة من كتاب الله الكريم، مع ابنكم الطالب محمد ابن إبراهيم المقري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. أيها المحفل المبارك، وللتعليم كلمة يلقيها مدير إدارة التعليم العام الدكتور محمد بن سعيد الهاجري، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى ابن محمد المهدي، أصحاب الفضيلة والسعادة، أيها الحفل الكريم، يمثل التعليم القلب النابض لكل مجتمع، والمحرك الأساس لأي نهضة، والعين التي يرى من خلالها المستقبل. ولذا كان من التزامات رؤية 2030 توفير تعليم يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. لقد مثلت 2030 الوثيقة الحلم، فتحت أبواب المستقبل مشرعة أمام الحالمين، وهيئت الظروف خالصة أمام المخططين. فالمستقبل هو الهدف، والمواطن هو الفاعل والمحرك. وسعياً من إدارة التعليم العام للمساهمة في تحقيق التزامات الرؤية، واطلاعاً بمسؤولياتنا تجاه مستقبل التعليم بمدينة الجبيل الصناعية، وانطلاقاً من دورنا في دعم الاستثمار بالهيئة الملكية بالجبيل، فإننا الليلة نبدأ برسم ملامح ذلك المستقبل عبر مبادرة عين المستقبل، مستعينين بالله عز وجل، ومنطلقين في استشراف المستقبل من خلال رصد إشارات المختصين وتوصيات المخططين. فكان التركيز على ما يكسب الطلاب المهارات المستقبلية وما يملكهم أدوات سوق العمل القادمة، راجين من الله العلي القدير التوفيق والإعانة. أيها الحفل الكريم، للإنجاز مذاقه وللحصاد رجاله، نحتفل وإياكم الليلة بالإنجاز والمنجزين. نحتفل بحصاد عام دراسي كامل، عام اجتهد فيه المربون وثابر فيه المجتهدون. فقد نفذ في هذا العام الدراسي 4677 فعالية صباحية ومسائية، وحصد معلمونا وأبناؤنا 68 مركزاً على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي. وضمن خطة التدريب الداخلية للإدارة، تم تنفيذ 143 برنامجاً تدريبياً استفاد منه 2681 موظفاً وموظفة. سعادة الرئيس التنفيذي، الحفل الكريم، الجودة المدرسية رحلة تحسين مستمرة بدأت في مدارسنا منذ سنوات وما زالت، وصولاً إلى نموذج اعتماد مدرسي خاص بنا بحول الله وقوته. تكرمون الليلة فرسان الاعتماد المدرسي العالمي الذين بذلوا وأعطوا منذ بداية المشروع قبل 3 سنوات وحتى حصول مدارسنا على شهادة الجودة العالمية. 3 أعوام من البذل والجهد والعطاء تكللت ولله الحمد والمنة بحصول 10 من مدارسنا على شهادة الاعتماد المدرسي العالمي، وكذلك حصول 3 مدارس بنات بمدينة الجبيل الصناعية على الشهادة ذاتها، عبر شراكة بين الهيئة الملكية بالجبيل والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية. وما زالت الرحلة مستمرة، فشكراً لمن عمل واجتهد في سبيل الحصول على هذا الاعتماد. كما نحتفل الليلة بتخريج الدفعة 21 من طلاب مدرسة الإمام عاصم المتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم، ونقول لهم هنيئاً لكم ما أنجزتموه من حفظ كتاب الله تعالى، ونسأل الله أن يكون عوناً لكم في الدنيا والآخرة. ونتقدم بالتهنئة لأولياء أمورهم، فهنيئاً لكم الحصاد، ومبارك عليكم ثمرة الصبر والجهد. وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان لراعي حفلنا هذا على ما يلقاه التعليم من رعاية ودعم مستمرين. كما لا يفوتني أن أتقدم بعاطر الشكر وجزيل الثناء لزملاء أعضاء فريق التعليم العام من قيادات ومشرفين ومعلمين ومختصين
على ما يبذلونه من جهد وما يقدمونه من إبداع. سدد الله الخطى وبارك في الجهود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأطفال بهجة اليوم وفخر الغد. أنا السعودي، مشاركة إبداعية من رياض أطفال الهيئة الملكية بالجبي. البرامج المسائية. البرامج المسائية إحدى مشروعات إدارة التعليم العام التي بدأت قبل 12 عاما، حيث تحظى باهتمامها وتحرص على تطوير برامجها بما يوافق التطلعات الطموحة والهادفة إلى اكتشاف المواهب وصقل القدرات وإيجاد بيئة تربوية مناسبة للتدريب والتطوير وتوفير المدربين ذوي الكفاءة العالية لها، لتصبح هذه البرامج مراكز تخصصية متنوعة تلبي حاجات ورغبات الطلاب المتدربين. نترككم الآن مع عرض مرئي بعنوان البرامج المسائية. تخطو المملكة العربية السعودية خطوات طموحة نحو المستقبل عبر بوابة رؤية 2030، والتي استهدفت ضمن محاورها تزويد المواطنين بالمعارف والمهارات اللازمة لمواءمة احتياجات سوق العمل وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين. وانطلاقاً من هذا الالتزام، سعت إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل إلى بناء برنامج مسائي متكامل يقوم على استثمار أوقات الطلاب وصقل مهاراتهم وإعدادهم للمستقبل.
برنامج الأنشطة الطلابية المسائية، حيث يتلقى الطالب العديد من البرامج التدريبية والأنشطة المتنوعة ويحظى بممارسة فعاليات متنوعة ومفيدة في محاضن تربوية تعليمية جاذبة وآمنة تنمي قدراته وتصقل إبداعاته وترعى مواهبه ليكون عضواً فاعلاً وبناءً في مستقبل الوطن. ويراعى في بناء تلك الفعاليات والبرامج تحقيقها لاحتياجات الطلاب ومناسبتها لميولهم ورغباتهم، وشمولها التشويق والتحدي وصولاً لإحداث تحول ثقافي واجتماعي وفكري ضمن الإطار التنموي للفرد والمجتمع. ويتكون برنامج الأنشطة الطلابية المسائية من 5 مسارات: أولاً المسار الإبداعي، ومن برامجه مركز الموهبة والابتكار الذي يسعى لإعداد جيل مبدع من الموهوبين الفاعلين في بناء المجتمع، كما يتضمن هذا المسار برنامج واعد للإعداد القيادي والذي يهدف إلى غرس وتنمية مهارات القيادة لدى الطلاب. ثانياً المسار المهني، ومن برامجه الحساب الذهني في الرياضيات، وبرنامج تعليم اللغة الإنجليزية، وبرنامج الحاسب الآلي، وبرنامج الروبوت وتعليم البرمجة. ثالثاً المسار المهاري، ومن برامجه تعليم مهارات السباحة وألعاب الدفاع عن النفس ومهارات كرة القدم، وبرنامج مهارات الإلقاء والارتجال. رابعاً المسار التحصيلي، ومن برامجه برنامج اليوم الدراسي الكامل والذي يهدف إلى رعاية الطالب تحصيلياً وسلوكياً، وبرنامج مراكز الخدمات التربوية وبرامج سهل وطاقات وفصيح للاهتمام والارتقاء بالمستوى الصحي والعقلي والعلمي لطلاب التربية الفكرية. خامساً المسار المجتمعي، ومن برامجه برنامج مدرسة بلا أسوار والذي يهدف إلى إشراك الطلاب وأولياء أمورهم في العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة وتعزيز دور المجتمع المحلي في برامج وأنشطة المدرسة. وبحسب إحصائيات هذا العام، فقد بلغ إجمالي عدد الساعات التدريبية لبرامج الأنشطة الطلابية المسائية 3853 ساعة تدريبية، استفاد منها أكثر من 4741 طالباً من خلال 126 برنامجاً قدمت على مدار العام. إبداعكم دايم أنتو تكتبونا، أنتو تكتبونا، وإحساسكم دايم أنتو تلحنونا، والله تلحنونا. برنامج الأنشطة الطلابية المسائية، عالم يصنع المستقبل. تتفاوت المتطلبات التي يفرضها المجتمع على الشباب من مجتمع لآخر ومن بيئة لأخرى، إلا أنها توجد بعض النقاط التي تشترك المجتمعات كلها في طلبها من الشباب لتصل في نهاية المطاف لتنمية وإنماء مجتمعي حقيقي وفعال، ومنها الاعتدال والوسطية وعدم التعصب والتطرف في القضايا المختلفة التي يواجهها المجتمع، والسعي لتعزيز الهوية الوطنية لجعلها هوية ترفع من شأن الشباب وتزيد من احترامهم. هذا نحن، مشاركة نخبة من طلاب المسرح المدرسي وطلاب برنامج التربية الفكرية لمدارس الهيئة الملكية بالجبيل.
طفل سعودي في هذا الوطن ولدنا، في هذا الوطن ننمو ونكبر، في هذا الوطن المستشفيات المتقدمة التي تمدنا بالعلاج الطبي التي نحتاجها، في هذا الوطن نتعلم في أرقى المدارس، في أيها الأصدقاء نتعلم أجمل المعاني وأثمنها، إنها معاني سامية. يعلمنا هذا الوطن معنى أن يكون مجتمعا متحابا ومترابطا، معنى أن تعيش ضمن أسرة هدفها نجاحك وسعادتك، معنى أن تنمو وتكبر وأنت ترى المستقبل مشرقا أمامك، معنى أن تشعر أنك في وطن يعلمك ليصنع منك شخصا ناجحا مفيدا لوطنك، معنى أن لك دورا هاما تقوم به في يوم من الأيام. كم أنا فخور بك يا وطني. إنها المملكة العربية السعودية، وطن الخير، وطن الأمان، وطن المحبة والمودة والمستقبل الواعد. شكرا وطني، قدمت وما زلت تقدم لنا الكثير، سنعمل من أجله، سيكون في طريق النجاح، سيتعلم ويتعلم، سنكون أفراد ناجحين. مجتمعنا يحبنا، نحب مجتمعنا، مجتمعنا يثق بنا، نحن أذكياء، نحن نحب أن نتعلم. It's the kingdom of Saudi Arabia, the homeland of good deeds, the homeland of security, the homeland of love, kindness, and a promising future. Thank you, my country. You give us and still giving us a lot. We will work for you. We will keep going on the path of success. We will learn and learn. We will be successful individuals. Our community loves us. We love our community. Our community trusts us. We are smart. We like to learn. Hassan. To glory and supremacy, glorify the creator of the heavens, and raise the grief flag, carrying the ritual light, reflecting others, repeat God is good. Oh my country, life is better on Muslims, long live the king, for the flag and the country. من أهداف رؤية المملكة 2030 رفع نسبة عدد المتطوعين من 11,000 إلى 1,000,000 متطوع قبل نهاية عام 2030. ولتحقيق هذه الرؤية وضعت إدارة التعليم العام تعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي في أولويات خطتها الاستراتيجية من خلال تفعيل المناسبات العالمية للتطوع وتقديم الدورات التدريبية للطلاب وتنفيذ المشاريع التطوعية داخل المدرسة وخارجها، وتحفيز المعلم في تبني البرامج التطوعية من خلال مسابقة في تطوع المعلمين، وامتد ذلك إلى أسر الطلاب من خلال مسابقة التطوع الأسري، ليتحول العمل التطوعي من شعارات وفعاليات إلى سلوكيات تمارس، وسباق نحو العطاء لا يتوقف. نترككم الآن مع عرض مرئي بعنوان الحياة عطاء، ويليه نموذج من التطوع الأسري. ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور، أحلى شعور وبروح الورائعين. جهود تبذل لخدمة المجتمع دون الحصول على فوائد مادية وبدافع إنساني محض، أعمال قد تستغرق وقتا وجهدا وتضحيات شخصية، ظاهرة مهمة للدلالة على حيوية الناس وانتمائهم، ومؤشر لمدى تقدم المجتمعات. إنها الأعمال التطوعية. تعد أعمال التطوع سمة من سمات المجتمعات الإسلامية،
حيث اهتم الإسلام بالأعمال الخيرية وحث على المساهمة في تخفيف المعاناة التي يتعرض لها أفراد المجتمع، كما اهتمت الشريعة الإسلامية بتنمية الجوانب الخيرية والإنسانية في بنائها للفرد والمجتمع، وجعلت من إتيان الصالحات وفعل الخيرات سمة من سمات المؤمنين ووسيلة إلى النجاح وجزيل المثوبة. وتحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه على الرقي بالإنسان السعودي وتطويره في كافة مناحي الحياة، ومنها الاهتمام بجانب العمل التطوعي، حيث تطمح من خلال رؤيتها 2030 إلى تطوير مجال العمل التطوعي ورفع نسبة عدد المتطوعين من 11,000 فقط إلى 1,000,000 متطوع قبل نهاية عام 2030. ومن هذا المنطلق وضعت إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل ضمن أولويات خطتها الاستراتيجية نشر ثقافة العمل التطوعي وغرس حبه في نفوس أفراد المجتمع المدرسي والمجتمع المحلي من خلال اعتماد مبادرة الحياة عطاء تحت شعار أترك أثراً جميلاً، والتي تشمل برامجها إنشاء أندية العطاء والتطوع بالمدارس وترشيح وتأهيل فرق العمل من الطلاب والمعلمين ووضع خطط المشاريع والأعمال التطوعية وتنفيذها داخل المدارس وخارجها وتفعيل المناسبات العالمية والمشاركات في المناسبات المحلية وتحفيز الطلاب والمعلمين والأسر على المشاركة وتبني الأعمال التطوعية ليتحول العمل التطوعي من شعارات براقة إلى مشاريع وسلوكيات تمارس وسباق نحو عطاء لا ينضب. ومن خلال مبادرة الحياة عطاء لهذا العام الدراسي 1439-1440 للهجرة، تم إنجاز 2500 ساعة عمل تطوعية قدم خلالها 110 مشاريع وبرامج تطوعية طلابية و26 عملا تطوعيا للمعلمين و119 عملا تطوعيا أسريا، وتأهيل ما يقارب 1740 من طلاب جميع المراحل من خلال 116 برنامجاً تدريبياً في مجال العمل التطوعي. إن من جميل العطاء أن يمنح الإنسان ما يعده ثميناً للآخرين دون انتظار مقابل، فيبذل الإنسان جزءاً من وقته أو ماله أو جهده ليصبح ضمن المتطوعين الساعين لخير المجتمع والإنسانية. الحياة عطاء. الحياة عطاء. سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل، الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم المهندس يوسف البابطين من منسوبي سابق، هذان أبنائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إبراهيم بن يوسف البابطين، أدرس في الصف أول متوسط من الصديق المتوسطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الله بن يوسف بن إبراهيم البابطين، الصف الثاني ابتدائي مدرسة هجر ابتدائية. حقيقة أخبروني إبراهيم وعبد الله عن رغبتهم الشديدة لخوض مسابقة التطوع الأسري بين مدارس الهيئة الملكية في الجبيل واللي تنظمها إدارة التعليم العام. حقيقة في البداية أذهلتني هذه الفكرة جدا لما فيها ربط بين الأسرة والمدرسة والمجتمع، فقررنا اجتمعنا أنا والأسرة قررنا أننا نخوض هذه المسابقة، ووضعنا عدة أفكار إلى أن استقرينا إلى فكرة أساسها حرص الهيئة الملكية على المحافظة على البيئة والنظافة في المرافق العامة، وتم وضع الخطط لها إلى أن تم التنفيذ. ختاماً ونيابة عن الأسر المشاركة، أتقدم بالشكر الجزيل للهيئة الملكية وإدارة الخدمات إدارة التعليم العام على هذه المبادرات الرائعة اللي تبث روح الإيجابية وتزرع ثقافة التطوع والعطاء. ولا يفوتنا أن أشكر القائمين خلف هذه المبادرة والأسر المشاركة. شاكراً لكم تحت الفرصة لي
وشكرا والسلام عليكم. المدرسة إحدى أبرز مصادر العلم والمعرفة وإكساب المهارات الحياتية للأجيال. كان التركيز على أدائها محور اهتمام قيادات التعليم ومحل أنظارهم إلى تحقيق معايير الجودة في الاعتماد المدرسي في جميع مناشطها المتعددة، هادفة بذلك الحصول على مخرجات تعليمية متميزة لتكون مدارسنا أنموذجاً يحتذى به في شتى المجالات، قادرة على تحقيق رؤى وأهداف المملكة العربية السعودية رؤية 2030. نترككم الآن مع عرض مرئي بعنوان الاعتماد المدرسي. كل شيء في هذا الكون يسير بدقة متناهية، الإلكترونات في الذرة، الكواكب في المجرة، عقارب الساعة، سرعة الضوء، كلها تسير بإتقان لتعلم الإنسان أن الإتقان مطلوب في كل شيء، والإتقان هو الجودة. مشروع الاعتماد المدرسي بمدارس الهيئة الملكية بالجبيل. حرصت المملكة على تعزيز مفاهيم الجودة والتميز وبث روح المنافسة الشريفة في المجتمع للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية في الأداء لتحقيق الرؤية الملكية السامية للجودة، بأن تكون المملكة بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والإتقان، وإيماناً بأهمية الاستثمار في الإنسان بحسن تعليمه وتدريبه من خلال تجويد بيئات التعلم وتعزيز القدرات التنافسية لمخرجاتها، خصوصاً وأن الاقتصاد العالمي الذي تقوده المعرفة يفرض علينا أن نعد طلاب اليوم وفقاً لرؤية المستقبل ومتطلباته مع الحفاظ على الهوية. وانطلاقاً من مبدأ الشراكة بين الهيئة الملكية ووزارة التعليم في مجال نشر ثقافة الجودة والتميز، وحيث بادرت الهيئة الملكية خلال المؤتمر الدولي الأول للجودة الشاملة في التعليم العام عام 1433 من الهجرة بإنشاء المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم العام بمدينة الجبيل الصناعية، وتفعيلاً للعمل المشترك بين الهيئة الملكية بالجبيل والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية في تحسين الأداء وتجويد المخرجات، تأتي مبادرة مشروع الاعتماد المدرسي للارتقاء بمستوى جودة التعليم في المدارس وتحسين نواتجه بناءً على معايير عالمية. وتتويجاً لتلك الجهود، فقد حققت مدارس الهيئة الملكية بالجبيل العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والإقليمي، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية بالجبيل والمركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، ليكون أحد الشركاء في مجال جودة التعليم وتميز مخرجاته. واستهدف المشروع في خطته خلال العامين 2016 و17 عدد 13 من مدارس الهيئة الملكية بالجبيل حصلت جميعها على شهادة الاعتماد المدرسي العالمي، في حين يستهدف المشروع في خطته لعام 2019 عدد 10 من مدارس الهيئة الملكية بالجبيل و3 من مدارس الهيئة الملكية بينبع الصناعيتين، وذلك بعد موافقة الرئيس التنفيذي بالهيئة الملكية بالجبيل على إضافتها ضمن خطة المشروع، تماشياً مع مخرجات الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم العام في مدن الهيئة الملكية وما تضمنته من موائمة وتكامل في البرامج والمشاريع التربوية بين مدنها، ليرتفع عدد المدارس المستفيدة من المشروع إلى 26 مدرسة. وتتكون مراحل المشروع مما يلي: أولاً، مرحلة التسجيل والجاهزية، وتتضمن عملية التسجيل والتخطيط والتقييم الذاتي والتحليل لتحسين جودة التعليم. ثانياً، مراحل المراجعة الداخلية، وتتضمن تطبيق الشواهد وفق المعايير العالمية لعوامل الجودة المدرسية وإعداد خطة استراتيجية موحدة للمدارس وتحليل ومقارنة النتائج والتحقق من جودة البيئة التعليمية. I'm very very pleased with what I've seen here in the National Schools and Royal Commission. They have the great facilities, good technology. I see a lot of teaching and learning going on in the classroom, the use of assessments and data. ثالثاً، مرحلة المراجعة الخارجية،
ويتم خلالها استضافة فريق المراجعين من منظمة أدفانس إيدي للتأكد من تطبيق المدارس لمعايير الجودة المدرسية واتخاذ قرار أحقية الحصول على الاعتماد المدرسي. First, I'd like to thank the Royal Commission and the Ministry of Education for all they do to support schools. When we went into classrooms as an advanced ed team, we found such positive learning environments. Teachers caring for their students, very good learning going on and activities. And we were so impressed with the motivation of students and the outcomes of their student learning. رابعاً، مرحلة الحصول على الاعتماد واستمرار عملية التحسين المستمر لجودة عمليات التعليم بالمدارس. إن تبني أفضل الممارسات العالمية في جودة التعليم يأتي ضمن جهود وتوجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظهما الله، الرامية نحو الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال رفع مستويات جودة التعليم وممارساته لمواكبة مستجدات عصر اقتصاد المعرفة التي يكون موردها الأساسي رأس المال البشري المبتكر والمبدع، وتحقيق تطلعات ورؤى الهيئة الملكية لمشاريعها الطموحة. إدارة التعليم العام، التعليم بمعايير عالمية. بسم الله الرحمن الرحيم. عبارة: نحن على أعتاب ثورة تقنية هائلة المدى، أو عبارة: المستقبل أصبح أقرب مما أن يتصوره أي كائن، هي عبارات لطالما لامست أذاننا حتى تجمعت في محيط أفكارنا وتخندقت في عقولنا لتشكل في النهاية مفهوما يرسخ في الأذهان. والحقيقة أن هذا الكلام لم ينبع من فراغ، هذا الكلام مبني على توقعات شخصت على مدى سنين. ولكن ما هو تصورنا عن هذا الحدث ومدى تقبلنا لحقيقة المستقبل؟ إن كل ما نستطيع أن نعلمه أن المستقبل مصطلح بسيط ولكن مفهومه أكبر مما نتصور. سعادة الرئيس التنفيذي، نستأذن سعادتكم في إطلاق مبادرة عين المستقبل لتعليم الهيئة الملكية بالجبيل. لطالما كان المستقبل هاجساً للمخططين وتحدياً للمهتمين وفرصة للمبدعين، وقد منحت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 آفاقاً واسعة للمستقبل وحفزت على الاستثمار فيه بثقة وعزيمة. بسم الله وعلى بركة الله، حلق فوق أغلى أرض. توكلنا على الله انطلقنا وطموحنا على السماء. واستشعار من إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل لأهمية المستقبل وحتمية إعداد طلابنا للمساهمة الفاعلة فيه، واعتماداً على الدراسات المتعلقة بالمهارات المستقبلية وتوصيات ورش العمل حول التعليم والمستقبل المنعقدة بمدينة الجبيل الصناعية بتاريخ 6 رجب لعام 1440 للهجرة، تدشنون اليوم مبادرة عين المستقبل
والتي تسعى عبر مجموعة نوعية من المشاريع التعليمية والتطويرية الرامية إلى إحداث تغيرات فاعلة في بيئات التعليم، إضافة إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز الإبداع والابتكار في منظومة التعليم، وصولاً نحو تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، وتتضمن المبادرة المشاريع التالية: مشروع STEM Activity برياض الأطفال، حيث يتم من خلاله تعزيز القدرات العقلية ومهارات التفكير لدى طلبة رياض الأطفال في المجالات الحياتية والعلمية البسيطة والمحسوسة، وذلك من خلال التعلم القائم على اللعب والمشاريع المرتبطة بالحياة. مشروع STREAM LEARNING بالمرحلة الابتدائية، ويهدف إلى تعليم طلاب المرحلة الابتدائية من خلال منظور تعليمي تكاملي بين المواد الدراسية المختلفة كالعلوم، التقنية، القراءة، الهندسة، التصميم، الرياضيات، ويتم ذلك بشكل حصص ثابتة في الجدول الدراسي، حيث يستفيد منها جميع الطلاب بالمدرسة بمختلف الفصول الدراسية. مشروع Artificial Intelligence بالمرحلة المتوسطة، حيث يهدف هذا المشروع إلى تطوير معايير الابتكار وتهيئة جيل مبتكر يعتمد الحلول الإلكترونية الذكية من خلال توفير محطات بحثية تعليمية في معامل متخصصة، وتطبيق استراتيجيات تغذية فكر الابتكار مع تشجيع الطلاب على اتخاذ القرارات وتجريب المفهوم والاستنتاجات عبر معامل مجهزة في مدارس المرحلة المتوسطة. مشروع STEM بالمرحلة الثانوية، وتقوم فكرة STEM بالمرحلة الثانوية على تحويل تدريس المواد الدراسية الأربع: العلوم، التقنية، الهندسة، الرياضيات، من شكل نظري إلى أسلوب تطبيقي في صورة من التكامل والترابط فيما بينها، مما يؤدي إلى بناء معرفي شامل يسهم في تكوين صورة المنتج في ذهن المتعلم. واستكمالاً لدائرة المهارات المستقبلية، فقد حوت مبادرة عين المستقبل عدد 13 برنامجاً تربوياً وتعليمياً يتم تنفيذها خلال الفترة المسائية بالمدارس، حيث تركز تلك البرامج بشكل أكثر شمولاً على تنمية وتطوير قدرات الطلاب وزرع روح الإبداع والابتكار وفق مهارات ومتطلبات القرن 21. إدارة التعليم العام، التعليم بمعايير عالمية. جاء الآن وقت تكريم الإنجاز والمنجزين. يتفضل سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل لمنصة التكريم. أولاً، رعاة حفل تخريج طلاب مدرسة الإمام عاصم المتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم، شركة مرافق، مدير إدارة الاتصال والإعلام الأستاذ سعيد بن خرمان العبدالله. شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، يتفضل رئيس شركة كيان السعودية سعادة المهندس عمر بن علي الرحيلي.
شركة المتقدمة للبتروكيماويات. يتفضل الرئيس التنفيذي لشركة المتقدمة للبتروكيماويات سعادة المهندس عبد الله بن مقبل القرعاوي. شركة الصحراء للبتروكيماويات. يتفضل الأستاذ سلطان بن موسى الرويلي. نبارك لكم حصول إدارة التعليم العام على جائزة التميز في التعليم الإلكتروني فرع المؤسسات الحكومية والتطوعية والقطاع الخاص من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لهذا العام. يتفضل الأستاذ عيسى بن محمد حكمي والأستاذ مهنا بن محمد الغامدي لاستلام الجائزة. ثالثاً، تكريم المدارس الحاصلة على الاعتماد المدرسي العالمي. مدرسة أم القرى الثانوية. مدرسة الدف الثانوية. مدرسة نجد الثانوية. مدرسة الأحساء الثانوية. مدرسة الرواد الثانوية. مدرسة أم القرى المتوسطة. مدرسة الصديق المتوسطة. مدرسة الفاروق المتوسطة. مدرسة الخليج المتوسطة. مدرسة نجد المتوسطة. رابعاً، جوائز المدارس المتميزة في الأنشطة الطلابية الخارجية والداخلية والمبادرات التربوية. حصلت مدرسة الرواد الثانوية على المركز الأول في منافسات النشاط الخارجي، وحققت 32 مركزاً متقدماً على المستوى المحلي والدولي. يتفضل مدير المدرسة الأستاذ مشعل بن سعد الحربي ورائد النشاط الأستاذ خالد بن فارس الفارس لاستلام الجائزة. حصلت مدرسة الإمام عاصم المتوسطة على المركز الأول في منافسات النشاط الخارجي، وحققت 15 مركزاً متقدماً على مستوى المملكة والمنطقة، وحققت المركز الأول في منافسات النشاط الداخلي، كما حققت جائزة المبادرات التربوية. يتفضل مدير المدرسة الأستاذ نايف بن عبيدان الحربي ورائد النشاط الأستاذ عبد الله بن سعد الحقباني لاستلام الجائزة.
حصلت مدرسة الإمام عاصم الابتدائية على المركز الأول في منافسات النشاط الخارجي، وحققت 17 مركزاً متقدماً على مستوى المملكة والمنطقة، وحققت المركز الأول في منافسات النشاط الداخلي، كما حققت جائزة المبادرات التربوية. يتفضل مدير المدرسة الأستاذ صقر بن مقدم البوعينين ورائد النشاط الأستاذ عبد الرحمن بن إبراهيم الشهراني لاستلام الجائزة. حصلت مدرسة الأحساء الثانوية على المركز الأول في منافسات النشاط الداخلي، كما حققت جائزة المبادرات التربوية. يتفضل مدير المدرسة الأستاذ مسفر بن ناصر الرشيدي ورائد النشاط الأستاذ تركي بن غنام الغنام لاستلام الجائزة. حصلت مدرسة نجد الثانوية على المركز الثاني في منافسات النشاط الداخلي. يتفضل مدير المدرسة الأستاذ سعد بن عبد الله الشمراني ورائد النشاط الأستاذ فهد بن محمد الفوزان لاستلام الجائزة. حصلت مدرسة الخليج المتوسطة على المركز الثاني في منافسات النشاط الداخلي، كما حققت جائزة المبادرات التربوية. يتفضل مدير المدرسة الأستاذ صالح بن صفر الغامدي ورائد النشاط الأستاذ صالح بن مهدي الغامدي لاستلام الجائزة. حصلت مدرسة أم القرى المتوسطة على المركز الثالث في منافسات النشاط الداخلي، كما حققت جائزة المبادرات التربوية. يتفضل مدير المدرسة الأستاذ نايف بن جابر العنزي ورائد النشاط الأستاذ عمر بن محمد البو علي لاستلام الجائزة. حصلت مدرسة الواحة الابتدائية على المركز الثاني في منافسات النشاط الداخلي. يتفضل مدير المدرسة الأستاذ أحمد بن عبد الله المالكي ورائد النشاط الأستاذ غرم الله بن ناصر الزهراني لاستلام الجائزة. حققت مدرسة هجر الابتدائية المركز الثالث في منافسات النشاط الداخلي. يتفضل مدير المدرسة الأستاذ عبد الرزاق بن محمد الغامدي ورائد النشاط الأستاذ فيصل بن محمد الغامدي لاستلام الجائزة. خامساً، جائزة المبادرات التربوية. أولاً، فرع المدارس. يتم تكريم المدارس نظيراً ما قدمته من مبادرات تربوية خلال العام الدراسي. مدرسة العلا الثانوية. يتفضل مدير المدرسة الأستاذ منصور بن أحمد القحطاني لاستلام الجائزة. مدرسة الفاروق المتوسطة. يتفضل مدير المدرسة الأستاذ عبد الله بن علي القرني لاستلام الجائزة. مدرسة المروج المتوسطة. يتفضل مدير المدرسة الأستاذ تركي بن أحمد الغامدي لاستلام الجائزة. مدرسة الأندلس الابتدائية. يتفضل مدير المدرسة الأستاذ سلطان بن فرحان سقياني لاستلام الجائزة. مدرسة الفناتير الابتدائية. يتفضل مدير المدرسة الأستاذ كامل بن علي الشمري لاستلام الجائزة. مدرسة الفيحاء الابتدائية. يتفضل مدير المدرسة الأستاذ علي بن ناصر القحطاني لاستلام الجائزة. مدرسة الجزيرة الابتدائية. يتفضل مدير المدرسة الأستاذ عبد الله بن علي الشهري لاستلام الجائزة. مدرسة المطرفية الابتدائية. يتفضل مدير المدرسة الأستاذ
فهد بن عبد العزيز المانع لاستلام الجائزة. مدرسة المرجان الابتدائية، يتفضل وكيل المدرسة الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الزهراني لاستلام الجائزة. مدرسة جلمود الابتدائية، يتفضل مدير المدرسة الأستاذ عبد الحميد بن عبد الوهاب الحماد لاستلام الجائزة. ثانيا، فرع المعلمين، يتم تكريم المعلمين التالية أسماؤهم نظير ما قدموه من مبادرات تربوية خلال العام الدراسي. المشرف التربوي، المشرف التربوي الأستاذ محمد بن سالم المري. الأستاذ محمد بن حامد العوهلي. الأستاذ جاسم بن محمد العقيلي. الأستاذ فارس بن سحم الشهراني. الأستاذ فيحان بن منصور القحطاني. الأستاذ عبد الله بن محمد البلوي. الأستاذ يزيد بن ناصر سرة. الأستاذ محمد بن عبد الله المنصور. الأستاذ مفلح بن جازع السبيعي. الأستاذ منيف بن محمد العتيبي. الأستاذ صلاح بن محمد المطوع. الأستاذ عبد الرحمن بن سليمان الجطيلي. الأستاذ عبد المحسن بن عبد الله الشمري. الأستاذ عبد الله بن حسن آل منصور. الأستاذ محمد بن طاهر الجعفر. الأستاذ عبد الله بن علي الشمراني. الأستاذ حضيري بن عايض القحطاني. سادسا، جائزة التميز لمعلمي الصف الأول الابتدائي. الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الزهراني. سابعا، المعلمون المتميزون في الأنشطة، ويتم تكريمهم لمساهمتهم الفاعلة في حصول الطلاب على مراكز متقدمة
على المستوى الدولي والمحلي، وهم المشرف التربوي الأستاذ بندر بن عبد الله السبيعي، الأستاذ أنور بن منصور الغامدي، الأستاذ حامد بن أحمد الزهراني، الأستاذ نزهان بن أحمد الشمري، الأستاذ مبارك بن خالد المستحي، الأستاذ مطر بن غايب الشمري، الأستاذ صالح بن عايض الحربي، الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العبد اللطيف، الأستاذ فواز بن سعيد الحربي، الأستاذ حمد بن محمد النودل، الأستاذ نايف بن هايف الرقاص، الأستاذ يوسف بن علي أبو زيد، الأستاذ فائز بن أحمد اليامي، الأستاذ فهد بن مشعل الدوسري، الأستاذ محمد بن عبد الكريم الصنيع، الأستاذ ماجد بن محمد الراجحي، الأستاذ فواز بن سعيد الشهري، الأستاذ عبد الله بن حسن الشهري، الأستاذ سعود بن عبد الله المدرع، الأستاذ حسن بن عبد الله المحمدي، الأستاذ حسن بن عبد الله المحمدي، ثامناً الطلاب المتميزون في الأنشطة الطلابية الحاصلون على مراكز متقدمة في المنافسات. أولاً الطلاب الحاصلون على مراكز متقدمة في المعسكرات الكشفية وينوب عنهم في استلام الجوائز عرفاء الفرقة الكشفية: الكشاف زيد بن مشرف الشمري، الكشاف عبد الله بن سعيد القحطاني، الكشاف عبد العزيز بن فايز رشيد، الشبل ياسر بن عبد الرحمن الشعلان، ثانياً الطلاب الحاصلون على مراكز متقدمة في منافسات أولمبياد الروبوت: الطالب ريان بن عبد الله الغشام، الطالب راشد بن صالح المري، الطالب عبد العزيز بن عبد المحسن رشود، الطالب علي بن محمد الحسني،
الطالب نواف بن حسن الفيفي. ثالثاً الطلاب الحاصلون على مراكز متقدمة في منافسات الأولمبياد الدولية والعلمية ومسابقة الرياضيات. الطالب سعود بن سفر القحطاني. الطالب تركي بن غازي الشريف. الطالب نواف بن ناهس العتيبي. الطالب يزن بن عبد الوهاب الزهراني. الطالب عبد الإله بن برجس القحطاني. الطالب علي بن صالح آل تيسان. الطالب محمد بن علي لبوي. الطالب محمد بن ناصر الأسمري. الطالب عبد العزيز بن ماهر الغانم. الطالب يزن بن محمد المجنوني. الطالب فيصل بن طلال الأسمري. الطالب بسام بن محمد المغير. الطالب مشاري بن مشعل السعدوي. الطالب عبد الرحمن بن تركي الزهراني. الطالب سلطان بن فهد القرني. الطالب محمد بن ميثم الجمعة. الطالب زياد بن خالد المطيري. الطالب حسن بن علي الموسى. الطالب علي بن عبد الجليل العليو. رابعاً الطلاب الحاصلون على مراكز متقدمة في منافسات اللغة الإنجليزية وينوب عنهم لاستلام الجوائز. الطالب أسامة بن علي الغامدي. خامساً الطلاب الحاصلون على مراكز متقدمة في مسابقات القرآن الكريم والسنة النبوية. الطالب خليفة بن عبد الله الفرحان. الطالب محمد بن عبد الله أبو حديد. الطالب سعد بن نبيل صديق. الطالب معاذ بن عبد الله البريكان. الطالب عمر بن خالد الخميس. الطالب عبد الرحمن بن علي حبيشة. سادساً الطلاب المتميزون في برامج موهبة. الطالب إبراهيم بن عبد العزيز العثمان. الطالب أحمد بن تركي الزهراني. الطالب أوس بن عادل الخضر. الطالب تركي بن مشعل السعدوي. الطالب حيدر بن محمد تريكي. الطالب راكان بن منصور المطيري. الطالب
عبد الرحمن بن مسفر الغامدي، الطالب عبد الله بن أسامة الصفافير، الطالب عبد الملك بن عبد القادر الغامدي، الطالب علي بن كمال آل محسن، الطالب فهد بن عبد الرحيم الجوف، الطالب فهد بن عماد الجبر، الطالب محمد بن أنور البدي، الطالب محمد بن عمر المجذوعي، الطالب معاذ بن نايف الحربي، الطالب مهدي بن أسامة الصفافير، الطالب هشام بن علي المرحبي، الطالب ياسر بن محمد الشامي، الطالب يحيى بن سعود الشمري، الطالب يزن بن ماجد النعيم، الطالب عمر بن أحمد العنزي. تاسعاً جوائز مسابقة الحياة عطاء 1440 هجري، فرع المدارس. المركز الأول مدرسة الرواد الثانوية، يتفضل مشرف العطاء والتطوع الأستاذ ثواب بن حميص السبيعي وقائد الفريق الطالب حمود بن حمد الهاجري لاستلام الجائزة. المركز الثاني مدرسة العلا الثانوية، يتفضل مشرف العطاء والتطوع الأستاذ محمد بن سعد القحطاني وقائد الفريق الطالب يزن بن ناصر العسيري لاستلام الجائزة. المركز الأول مدرسة الإمام عاصم المتوسطة، يتفضل مشرف العطاء والتطوع الأستاذ أحمد بن مبارك الشامسي وقائد الفريق الطالب تميم بن صلاح العثمان لاستلام الجائزة. المركز الثاني مدرسة الخليج المتوسطة، يتفضل مشرف العطاء والتطوع الأستاذ حسين بن سويدي جمالي وقائد الفريق الطالب رياب بن محمد المساوى لاستلام الجائزة. المركز الأول مدرسة الإمام عاصم الابتدائية، يتفضل مشرف العطاء والتطوع الأستاذ علي بن محمد البراق وقائد الفريق الطالب محمد بن عبد الله الهاجري لاستلام الجائزة. المركز الثاني مدرسة الدف الابتدائية، يتفضل مشرف العطاء والتطوع الأستاذ عايض بن علي الأسمري وقائد الفريق الطالب فواز بن علي الأحمري لاستلام الجائزة. المركز الثالث مدرسة الأندلس الابتدائية، يتفضل مشرف العطاء والتطوع الأستاذ والم بن وسم الشمري وقائد الفريق الطالب سعود بن ماهر الغامدي لاستلام الجائزة. فرع المعلمين. المركز الأول الأستاذ إبراهيم بن عبد الله الرميزان، الأستاذ يسري بن عبد العزيز حسنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم جميعا. سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية المهندس مصطفى المهدي، أيها الجمع المهيب، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. معكم إبراهيم بن عبد الله أرميزان، أحد منسوبي التعليم في طريقي للتشافي إن شاء الله من مرض الأورام أو كما يسمى السرطان. كنت في يوم من الأيام على عتبة الموت، وبمشيئة الله سبحانه وتعالى استطعت بمساعدة زملائي من إدارة التعليم وعلى رأسهم الدكتور محمد بن سعيد الهاجري الذي قدم كل شيء للوقوف بجانبي، الأستاذ أيضا يوسف المخضب والأستاذ علي الشهري وبقية الزملاء من قادة المدارس والمعلمين.
شكرا لكم جميعا بحلم السماء لأنني عدت من جديد لأحصل على المركز الأول على هذه المنصة. شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المركز الثالث الأستاذ محمد بن عبد الله العلي. فرع الأسرة المركز الأول أسرة الطالب. فرع الأسرة المركز الأول أسرة الطالب عمر بن خالد الشاطري. المركز الثاني أسرة الطالبين إبراهيم وعبد الله يوسف البابطين. المركز الثالث أسرة الطالب بلال بن أحمد البعيجي. عاشرا جائزة المدارس المعززة للصحة المركز الأول مدرسة الواحة الابتدائية. يتفضل المشرف الصحي الأستاذ حادي بن علي الرشيدي لاستلام الجائزة. المركز الثاني مدرسة هجر الابتدائية. يتفضل المشرف الصحي الأستاذ حسن بن ياسين الكويتي لاستلام الجائزة. المركز الثالث مدرسة الأندلس الابتدائية. يتفضل المشرف الصحي الأستاذ سعد بن خالد العتيبي لاستلام الجائزة. هنيئا لكم حفاظ كتاب الله الكريم. هنيئا لكم حفاظ كتاب الله الكريم. هنيئا لكم هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل. أنتم خير الناس للناس. لقد حظيتم بهذه الخيرية على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نترككم الآن مع مسيرة خريجي مدرسة الإمام عاصم المتوسطة الدفعة 21. تهانينا تهانينا هنا تخطو أمانينا. تهانينا تهانينا هنا تخطو أمانينا. هنا أيامنا بسمت هنا فجر يحيينا. أضاءت في ربى تحفيظ أنوار ستهدينا. هنا من عاصم عبقت أطاءات المحبين. نهلنا العلم فياضا كنبع طاب يسقينا. وكان لنا كتاب الله أغلى من مآقينا. من الإشراك ينقذنا إلى التوحيد يهدينا. تهانينا تهانينا هنا تخطو أمانينا. هنا أيامنا بسمت هنا فجر يحيينا. أضاءت في ربى تحفيظ أنوار ستهدينا. به طابت مسيرتنا بإذن الله بارنا. هو الوحي الذي نزلت به الآيات تحيينا. فأورق في حنايانا وأثمر في مغانينا. وفاح بروضنا عطرا على الأيام يحبونا. تهانينا تهانينا هنا تخطو أمانينا. هنا أيامنا بسمت هنا فجر يحيينا.
أضاءت في ربى تحفيظ أنوار ستهدينا. تهانينا لمن حفظوا كتاب الله تالينا، وقد فازوا بهمتهم بخطو كان موزونا، فصار لهم كما حصن حصين صانهم دينا، فصار لهم كما حصن حصين صانهم دينا. تهانينا تهانينا، هنا تخطو أمانينا، هنا أيامنا بسمت، هنا فجر يحيينا، أضاءت في ربى تحفيظ أنوار ستهدينا. فيا حفاظ بوركتم ودمتم شعلة فينا، ويا رباه ثبتنا على نهج النبيين، ونور دربنا فيه أيا رباه آمينا، ونور دربنا فيه أيا رباه آمينا. تهانينا تهانينا، هنا تخطو أمانينا، هنا أيامنا بسمت، هنا فجر يحيينا، أضاءت في ربى تحفيظ أنوار ستهدينا. من عبقت أطاءات المحبين، نهلنا العلم فياضا كنبع طاب. وفي الختام نشكركم لحضور حفل الإبداع والتميز، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. من الإشراك ينقذنا إلى التوحيد يهدينا. تهانينا تهانينا، هنا تخطو أمانينا، هنا أيامنا بسمت، هنا فجر يحيينا، أضاءت في ربى تحفيظ أنوار ستهدينا. به طابت مسيرتنا بإذن الله بارنا، هو الوحي الذي نزلت به الآيات تحيينا، فأورق في حنايانا وأثمر في مغانينا، وفاح بروضنا عطرا على الأيام يحبونا. تهانينا تهانينا، هنا تخطو أمانينا، هنا أيامنا بسمت، هنا فجر يحيينا، أضاءت في ربى تحفيظ أنوار ستهدينا. تهانينا لمن حفظوا كتاب الله تالينا، وقد فازوا بهمتهم بخطو كان موزونا، فصار لهم كما حصن حصين صانهم دينا، فصار لهم كما حصن حصين صانهم دينا. الفرقة الكشفية ثانوية من قرى والخليج، تفضلوا في المسرح عندي هنا. شباب الكشافة، أضاءت في ربى تحفيظ أنوار ستهدينا.